كانت فصل الربيع. رفقة هي راح اختارت لنا قصة من عالم الأطفال، قصة بسيطة. حاولنا نحدد الوقت لأنه الوقت له أهمية بالتركيز لولادي. أول شيء بخبركم إنه بقولكم صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم كلياتكم وشرفتونا معنا. باسم طاقم الحضانة يسعدنا تواجدكم اليوم معنا. يعيشون يومهم بيومهم، بل ساعتهم بساعته، لا يأخذهم التفكير ولا التخطيط ولا يفكرون كيف سيكون وماذا سيعملون. إن أسأت إليهم اليوم في الغد ينسون، وبكلمة تستطيع أن تمحو تلك الإساءة، ذلك لأن قلوبهم بيضاء لا تحمل على أحد أي سوء. في حضانتنا سنسافر كالسندباد وسنحلم بالفراشات، كل ذلك بالأيدي المتعاونة بيننا وبينهم. سيصبح أطفالنا في أعذب الألحان وأمتع الأوقات الممزوجة بالمتعة والإبداع والبراءة. كل هذا من أجل أطفالنا، أطفال المستقبل. كل عام وأنتم بخير. كمان تسمع معنا القصة بطل يا دندن. يا دندن يقعد هون معانا كمان عشان يشوف القصة. يه شو هاي؟ طلعوا ايش هاي؟ شجرة، جدا شجرة، فيه فتحة، في أوراق، جدا شجرة. مين ساكن فيها هاي الشجرة؟ بدك تعرفوا مين؟ نحلة، صح؟ شفتوها؟ هي نحلة، وهي كمان نحلة، تنتين، واحدة كبيرة، واحدة صغيرة. وإجا، إجا دبدوب صغير، حب العسل، يأكل عسل. أنا دبدوب صغير بحب العسل كثير، أنا دبدوب صغير بحب العسل كثير. أمي قالت لي يا دبدوب إذا بتلاقي الشجرة فيها فتحة بيكون فيها نحل، وإذا في نحلة في عسل. إيه عسل عسل عسل، مط يا ما، في نحل لسه باكل عسل. فيش عسل، اكلوه النحلات بفصل الشتاء. اسا فصل الربيع، اسا النحله بتروح وبتجمع المحيط وبتعمله عسل. مط يا ما، انا باجي باكل اياه. لا 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 لا، بدي ارجع بعدين عشان اكل العسل. انا دبدوب صغير بحب العسل كثير، انا دبدوب صغير بحب العسل كثير. فيش عسل، فيش عسل. فرق شمان حطيله، حط شوية على عندنا بكفة الإيد لسه دوائر، بإصبعنا الكبير بتاعت كفة الإيد بكفة دوائر. نفتح الأصابع نعمل انتقال أحسن.